السلام عليكم بناتي أمان أعزاء. اليوم سنقوم بتصحيح تمرينين 1 و3 من الصفحة 95. عنوان الدرس هو دعم وتقويم رقم 5. بالنسبة للتمرين الأول، السؤال يقول: أحيط الأعداد الأصغر من العدد داخل البطاقة في كل سطر. إذا كما تلاحظون لدينا أعداد عشرية، 9.14 العدد الموجود داخل البطاقة، 9.2، 9.14، ثم 9.13. إذا سنخسر عددا أصغر من العدد الموجود داخل البطاقة اللي هو 9.14. إذا أخذنا العدد الأول اللي هو 9.2، لنقارن عددين عشريين، نقارن أولا الجزئين الصحيحين، نلاحظ أن الجزئين الصحيحين متساويان. ننتقل إلى الجزء العشري. لنقارن أولا، نقارن رقم الأعشار، 1 أصغر من 2، يعني أن 2 أكبر من 1، إذن 9.2 ليس أصغر من 9.14. ننتقل إلى العدد الثاني اللي هو 9.14، نلاحظ أن العددان متساويان. ننتقل إلى العدد الأخير 9.13، نلاحظ أن الجزئين الصحيحين متساويان، رقمين الأعشار أيضا متساويان. ننتقل إلى أجزاء المئة، 3 أصغر من 4، إذا سنحيط 9.13، إذا 9.13 أصغر من 9.14. ننتقل إلى العدد الثاني اللي هو 15.26، نلاحظ أن الأجزاء الصحيحة كلها متساوية. سننتقل إلى العدد الأول اللي هو 15.19، إذن سنقارن الأعشار، 2 أكبر من 1، إذن 15.19 فهو أصغر من 15.26. لماذا؟ لأن الأعشار هنا كتساوي 2، لأن الأعشار كتساوي 1. بالنسبة للعدد الثاني لا يمكن، لأن 3 أكبر من 2، 15.2. إذا لدينا نفس رقم الأعشار، 2 2. ننتقل إلى أجزاء المئة، هنا أجزاء المئة كيساوي لنا 0، هو 0 أصغر من 6، إذا سنحط أيضا هذا العدد لأنه أصغر من 15.26. ننتقل إلى العدد الثالث اللي هو 372.01. العدد هي 372.11، 372.10، و 372. إذا لاحظتم هنا لدينا الأجزاء الصحيحة كلها متساوية. سننتقل إلى الأعشار، من الأعشار كيساوي لنا 0، الأعشار كتساوي لنا 1، من الأعشار كتساوي لنا أيضا 1، ونعلم أن 1 فهو أكبر من 0، لأن العددان ليس أصغر من العدد الموجود داخل البطاقة. العدد الأخير رقم أعشاره يساوي 0، و 0 تساوي 0. ننتقل إلى أجزاء المئة، هنا أجزاء المئة 0، هنا أجزاء المئة هنا أيضا، هنا أجزاء المئة 1، هنا أجزاء المئة كيساوي لنا 0، و 0 أصغر من 1، إذا سنحيط هذا العدد، لأن كل عدد صحيح يمكن كتابته كتابة عشرية، يعني أن 372 تساوي 372.0. ننتقل العدد الرابع، العدد الأخير اللي هو 7.1. العدد هي 7.01، 7.12، ثم 7. بالنسبة للأجزاء الصحيحة فهي أيضا متساوية. ننتقل إلى الأعشار، من الأعشار لدينا 1، الأعشار 0، الأعشار 1، الأعشار 0، و 0 أصغر من 1، إذا 7.0 أو 7 أصغر من 7.1. أيضا 7.01 أصغر من 7.1، لأن عندنا أعشار هنا 0، هنا 1، و 0 أصغر من 1. وهكذا قمنا بإنهاء التمرين الأول. الآن سأمر إلى التمرين 3. التمرين 3 يقول: أقارن الأعداد العشرية بوضع الرمز المناسب. إذا سنقارن كل عدد عشري بوضع الرمز المناسب. عددا أولا هما 356.8،
و305.19 سنقوم بنفس طريقة التمرين الأول. نقارن أول الجزئين الصحيحين 356 تساوي 356. ننتقل إلى الأعشار. الأعشار هنا كيساوي لنا 8 وهنا كيساوي لنا 1. 8 أكبر من 1، أضع الرمز أكبر. العددين المواليين 75.48 76.1. نقارن أولا الجزئين الصحيحين 75 أصغر من 76. وقارن 1 مع 0.1. جزء صحيح هنا يساوي 1، جزء صحيح يساوي 0. 1 أكبر من 0. 421.09 و 421.1. 421 جزءان صحيحين متساويان. أنتقل إلى أعشار 0 أصغر من 1. نفس الطريقة أقارن جزئين صحيحين 2 أكبر من 1. وهكذا قمنا بإنهاء التمرين الثالث. إذن لمقارنة عددين عشريين نقارن أولا الجزئين الصحيحين إذا كانا متساويان. ننتقل إلى الأعشار. إذا كان الأعشار متساويان ننتقل إلى أجزاء المئة. هنا فقط قارنا الأجزاء الصحيحة 75 أصغر من 76. أتمنى أن تكون قد فهمتم الدرس جيدا. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله.